بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. ورد إلينا سؤال يقول: هل الاستحمام يغني عن غسل الجنابة؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. غسل الجنابة ده عبادة، ودرسنا في الأزهر الشريف وبندرس أولادنا في أولى إعدادي، تخيل في أولى إعدادي بندرسهم درس اسمه موجبات الغسل، إيه الأشياء التي توجب الغسل، وبنعلمهم إن ثلاث حاجات بيشترك فيها الرجال مع النساء وثلاثة خاصة بالنساء. اللي خاص بالنساء الحيض والنفاس والولادة، واللي بيشترك فيها الرجال مع النساء التقاء الختانين وإنزال المني والموت. ثلاث حاجات بيشترك فيها الرجال مع النساء، وسيدنا النبي يقول في الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لو حصلت معاشرة زوجية بين الزوجين فقد وجب الغسل. نمرة اثنين: إنزال المني، سواء في اليقظة أو في المنام لاحتلام، سواء الرجل أو المرأة، إذا حصل ذلك ده يجب عليه الغسل، غسل الجنابة. كذلك موضوع الميت إذا مات لابد أن يغسل، لأن الميت له حقوق على الأحياء، الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. طيب غسل الجنابة هنا لو عاشر الرجل زوجته وجب عليه الغسل. طيب هل الاستحمام يغني عن غسل الجنابة؟ واحد متعود كل يوم الصبح يعني يغتسل أو يستحم، طب دخل الحمام اغتسل ولم ينوي غسل الجنابة، لم ترفع عنه الجنابة، لأن الغسل له أركان، من أركان الغسل النية والتعميم، تعميم الجسد بالماء، لازم ينوي. النية مهمة في الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. طب لو انغمس الإنسان في بحر أو في نهر أو في حمام سباح نزل فيه ونوى رفع الجنابة فقد حصل له غسل الجنابة، ده دين لابد أن نتفقه في دين الله. طب المرأة اللي بتغتسل غسل الجنابة هل يشترط أن تفك ضفائرها؟ لا يشترط، طالما عممت جسدها بالماء فالغسل صحيح. يبقى اللي يدخل تحت الدش ويغتسل ويستحم بنية رفع الجنابة، لازم النية، وعمم جسده بالماء فقد حصل له الغسل ورفعت عنه الجنابة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا علمنا إياها. وعندنا قاعدة كده في الفقه: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. لو نزل مني من الإنسان سواء كان يقظة في المعاشرة الزوجية، أو لو نزل منه المني محتلما وهو نائم، رجل أو امرأة، وجب عليهما الغسل، لقول رسول الله: إنما الماء من الماء، لازم غسل. يبقى الاغتسال إمتى يكفي عن غسل الجنابة؟ لو نوى الإنسان باستحمامه أنه يرفع الجنابة عن نفسه. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم آمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.